النتيجة يعني النتيجة بالحقيقة في الشوط الثاني شاهدنا الفريق البافاري يضغط أكثر، يريد تحقيق الفوز كما قلنا يا رضوان. فريق البافاري يعني يلعب على الفوز. إذا انتهت المباراة مستمعين الكرام، والحكم يعطي الصافرة نهاية المباراة بفوز الفريق البافاري بهدفين مقابل هدف واحد. فاند ماتش ما بين باير ليفركوزن وباير ميونيك، روبرت ليفاندوفسكي في اخر توالي الماتش كيما كان البيتزا ديال الفوز والانتصار ديال فريق باير ميونيك. كملت هذه الجوله من لا بوندس ليغا وي ميور جوار ذا بيست روبرت ليفاندوفسكي. نذكر مستمعين كابي لغات برا دوزيام ميتون في الماتشات ديال البطوله الاحترافيه انوي في القسم ديال الاول لي دو بروميير ميتون صاروا بزيرو زيرو ما بين نادي سبركان الرجاء اريدو كذلك شباب محمديه السريع واتزم. نحن غنتوقف مستمعين مع فاصل بعد ورجعوا معكم برنامجكم في سي مارس.